السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. حبايب قلبي، النهاردة طبعا احنا عارفين الجو الصعب وشديد الحرارة. انا طبعا جبت لكم الفيديو ده، انا متأكدة ان هو هيفيدكم كلكم وهيكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. بس قبل ما نبتدي الفيديو، ياريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد ومفيد. في البداية حبايب قلبي، طبعا هنعمل مع بعض وصفتين اقتصاديتين من كل بيت موجودين بكل سهولة تحصل عليهم، وهيكون في نفس الوقت نتيجة فعالة جدا. بس قبل ما نبتدي الوصفتين، ياريت اديكوا بعض المعلومات عن أسباب العرق أو الرائحة الكريهة اللي بتسبب العرق. طبعا احنا عارفين ان الاماكن اللي بتكون فيها عرق او روائح كريهة بتكون نتيجة لزيادة البكتيريا فيها، فبتأثر على الانسان بطريقة طبعا صعبة جدا وعلى اللي حواليه كمان. فعشان كده احنا بنحاول ان احنا نجيب وصفات تكون وصفات جميلة غير مضرة بالجسم. وزي ما قلت لكم في البداية ان الاسباب هو ارتفاع في البكتيريا اللي بتكون في الاماكن دي. طيب نقدر ان احنا قبل استخدام الوصفات دي نعمل ايه؟ الشاور والنظافة، دول اهم حاجة. الشاور ثم الشاور ثم الشاور والنظافة، ده الاساس. بعد كده بنستخدم الوصفات دي. طيب هل ممكن ان في بعض الاطعمة اللي هي بتساعد على انتشار الرائحة الكريهة دي؟ ايوة، في بعض الاطعمة، وان شاء الله في فيديوهات تانية هجيب لكم مشروب بيقضي على الرائحة الكريهة بتاعت العرق دي. احنا النهاردة عملنا وصفة، ان شاء الله في الفيديوهات التانية هعمل لكم مشروب بيقضي على الرائحة الكريهة واللي بتسبب ريحة العرق. من المأكولات اللي ممكن تسبب العرق عندنا الافراط في اللحوم اللي هي الحمراء، او الافراط كمان في الاسماك، وفي بعض المشروبات زي الحلبة والحاجات دي برضو اللي بتساعد على افراز الرائحة الكريهة. فزي ما قلت لكم في البداية، اهم حاجة عندنا النظافة. ويلا بينا على طول نبدأ في الوصفتين بتوعنا دول، وصفتين مهمين. الاولى هتكون للتبييض والتانية للتبييض والترطيب ومنع الروائح الكريهة. فيلا بينا ونقول بسم الله. في البداية حبايب قلبي كده هنبدأ نعمل عملية تبييض لتحت الإبطين بمكونات سهلة وبسيطة جدا وموجودة عندنا. أول مكون إن احنا هنحتاجه، هنحتاج معلقة كبيرة من الكربوناتو اللي احنا بنحطها أو بنستخدمها في المطبخ بتاعنا. هنحط معاها نقطة صغيرة من الخل، نقطة مش معلقة، نقطة صغيرة من الخل الأبيض. طيب احنا ممكن نستخدم ايه بدل الخل الأبيض؟ ممكن نستخدم خل التفاح، بدي نفس النتيجة برضو. بس انا النهاردة في الوصفة هنستخدم خل الأبيض عشان يكون متوفر في كل مطبخ، وهنقلب كويس الكمية دي كويس أوي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، هنحط معاهم كمان نقطة من أو معلقة صغيرة جدا من الليمون، يعني نقطة من الليمون بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، شايفين؟ طبعا الوصفة دي هنستخدمها بس للمناطق اللي هي الحساسة وتحت الإبطين، يعني ما ينفعش نستخدمها على البشرة. لا، ما ينفعش نستخدمها على البشرة بتاعتنا، هي بتستخدم بس لتفتيح المناطق الحساسة وتحت الإبطين. هنستخدمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بطريقة دائرية كده تحت الإبطين. دي بتمنع تماما رائحة العرق، وكمان بتعمل على تفتيح المسام في نفس الوقت، يعني العرق بيبقى بطريقة طبيعية بس بتكون ريحته كويسة، وفي نفس الوقت بتدينا نتيجة فعالة في التبييض. تمام، أظن المكونات دي سهلة وبسيطة. يلا بينا على طول نبتدي بقى في تاني وصفة. الوصفة التانية بتاعتنا ديت هنعملها وصفة بقى مرطبة بعد ما فتحنا المنطقة اللي هي فيها اسمرار، حتى لو الاسمرار ده شديد بعد مرتين ثلاثة من الاستخدام، طبعا بعد تنظيف المكان هيبتدي يفتح واحدة درجة درجة واحدة واحدة. هنبتدي بقى نرطب المكان. اول حاجه هنستخدمها معانا عشان يدينا ريحه حلوه كده للملمس، احنا عايزين الوصفه دي تكون كريميه، يعني نقدر نستخدمها زي الكريم كده. اول حاجه هنستخدمها عشان تدينا ريحه كويسه وريحه حلوه، هنستخدم اللي هو المسك. زي ما انتوا شايفين كده، المكعب المسك ده ما بيكونش غالي، بيبقى رخيص جدا، 5 أو 6 جنيه بالكتير. هنبشره بالطريقه دي زي ما انتوا شايفين.
طبعا ممكن نستغنى عن المسك او ممكن نستغنى عن المسك ونضيف لو احنا حابين يكون ريحة الكريم بتاعنا يكون ريحته حلوة، ممكن نستخدم اي زيت عطري نضيفه على الكريم بتاعنا. بس طبعا المسك من الحاجات الجميلة جدا اللي بيكون ليها ريحة يعني نفاذة وصحي جدا على البشرة وامن عليها كمان. بشرنا كده جزء من المسك زي ما انتوا شايفين، احنا هنعمل كمية بسيطة وبعد كده تستخدمي لو عايزة تضعف الكمية ضعفيها براحتك خالص. بشرناها بكل سهولة وريحته مش عايزة اقول لكم بقى، ريحته يعني قوية جدا وحلوة قوي قوي قوي. بعد كده هنضيف عليه ايه؟ هنضيف عليه معلقة من الثلاث مكونات اللي احنا قلنا عليهم. اول حاجة اللي هي الشابة المطحونة، هناخد معلقة صغيرة من الشابة المطحونة بالشكل ده وما نخافش، لان اثبتت التجارب الطبية ان الشابة ملهاش اي ضرر خالص على الجلد، ده امنة جدا وبنستخدمها بكل سهولة وبامان. معلقة كمان صغيرة من النشا، طبعا النشا عامل اساسي في التبييض وشد البشرة وجميل جدا، بنستخدمه تقريبا في كل الوصفات اللي احنا بنعمل. هناخد معلقة كمان من قلنا النشا ونفس المعلقة صغيرة من بودرة الاطفال. هنقلب بقى المكونات اللي احنا عملناها ديت مع بعض كويس قوي لغاية لما يمتزجوا ببعض. عشان بقى نخليه ملمسه يكون كريمي كده هنستخدم معانا جل الصبار. طيب هل ممكن ان احنا نعوض بمكون تاني غير جل الصبار؟ لو اي كريم بتفضليه او بتستخدم ممكن ان احنا زي ما قلنا نستخدم جل الصبار عشان نحوله الملمس كريمي. لو مش متواجد عندنا جل الصبار هنستخدم اي نوع كريم احنا بنفضله على بشرتنا، وهنفضل بقى واحدة واحدة لغاية لما نوصل بالملمس الكريمي اللي احنا عايزينه ويكون سهل الاستخدام معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قد ايه ريحته قوية جدا، جميل وفعال، فعال عن تجربة. بس قبل اي حاجة وزي ما قلت في بداية الفيديو وده اهم حاجة طبعا تكون على نظافة، زي ما انتم ملاحظين كده انا ضعفت الكمية عشان طبعا الوصفة دي جميلة جدا عن تجربة، فانا حاولت ان انا ضعف الكمية عشان تفضل معايا اكتر من مرة. زي ما انتوا شايفين بقى ملمسه كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده سهل الاستخدام. هوريكم دلوقتي هنستخدمه ازاي على تحت الابطين وفي المناطق الحساسة. هناخد منه كده حبة ونبتدي نحطه في المناطق اللي هي بتكون بنتعرق منها او كده، ونبتدي نعمله بطريقة دائرية. طبعا بعد كده بيكون قبل ما اعمل اي وصفة من الوصفات دي تكون على نظافة، وزي ما قلت مليون مرة الشاور يا جماعة من مرتين لثلاث مرات في اليوم، وبنستخدم غسول يكون غسول كويس او مناسب للبشرة بتاعتنا، عشان طبعا بعد الوصفة الاولانية بيبقى فيها جفاف، فده ترطيب وتنعيم للبشرة، لان طبعا اللون الاسمر ده بيكون ناتج كمان من جفاف البشرة، فاحنا كده بنطريها وبنخليها بشرة لينة وجميل. هنحتفظ بيه ازاي؟ هنحتفظ بيه بقى في اي علبة او برطمان، في اي علبة او برطمان، وبنحطه في التلاجة، وبعد كل شاور بنستخدمه، وبعد كده بنغسل المنطقة اللي احنا اللي هي تحت الابطين او المناطق الحساسة، وبعد كده بنجفف المنطقة كويس. حبيب قلبي بكده نكون عملنا وصفتين، الوصفة الاولانية اللي هي وصفة التفتيح والتنظيف، والوصفة التانية بتكون وصفة الترطيب. ان شاء الله هتجيب معاكم فعالية من تالت استخدام. اهم حاجة زي ما قلنا نحافظ على جسمنا ونحافظ على النظافة، ما نخليش البكتيريا تغير من لون جسمنا او تدينا روائح كريهة. لازم نكون طبعا مستعدين لاي حر، نكون النظافة ثم النظافة ثم النظافة. ارجو الوصفتين دول يكونوا ساعدوكم على وفادوكم، وان شاء الله باذن الله لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل ما هو جديد ومفيد. واقول لكم ايه، توحشوني من الوصفه دي للوصفه الجايه، واشوفكم على خير في فيديو جديد وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.